كابتن عادل، خسرنا شوط هارد لك، ولكن ان شاء الله قادرين على التعويض في الشوط الثاني في القاهره باذن الله كمان 3 ايام. يعني خلينا نتكلم يا كابتن، ان المباراه بالنوع ده بتكسب وليس تلعب. صحيح. انت خرجت بره عشان تعمل نتيجه طيبه. النتيجه الطيبه انك انت ممكن زي ما كابتن اسامه تكسب او تتعادل او تعمل نتيجه اقل في الخساره شويه. انت النهارده عايز اقول لك، في ظل اداء الفريقين النتيجه طيبه ليك. بتكلم على الاداء. يعني انت بتتكلم انه ادائك ما كانش بالصوره الجيده قوي يعني. حتى كمان بعد اللعيبه عندنا، يمكن كان في بعد كبير قوي ما بين نص الملعب والمهاجمين عندنا، نتج عنه انه ما عندكش هجمات قويه جدا. حتى الهجمه اللي هي كانت بنقول عليها قويه، الهجمه اللي هي كانت بتاعت بيرسيتاو، هو دي خطا حارس. طب انا ممكن اسال سؤال بس هنا اقف عنده. ليه قدراتك الهجوميه النهارده ما بانتش؟ هقول لك، بص، خلينا نبقى بنتكلم كلام منضبط شويه. ماشي. في قلق. في فرق يا كابتن بيبقى في مش حاجز نفسي بينك وبينهم، يعني هم قريبين. هم سان داونز بيلعب كوره مودرن، بيلعب كوره حديثه، بيلعب كوره جميله فيها اداء مميز، فيها باص وتحرك، يعني فريق يتعب اي فرقه بتلعب كوره زيه وهو بيلعب بره. انت لما هيجي لك هنا خلي بالك هيبقى عنده خطوره كبيره جدا، بس في الحته الاماميه، وعنده يعني يقدر يسمح لك انك تجيب فيه جوان، وجوان كويسه من الخط الدفاع بتاعه. خلينا نبقى نقول ان خط دفاعه اضعف من نص ملعبه وهجومه، يبقى انت هنا لازم تضغط عليه، تضغط عليه بحذر مع نص الملعب والمهاجمين ليه طول الوقت، انك انت بتشتغل الشغل اللي هو في زي ما بيقول تقسيم وقت المباراه. انت هتقسم وقت المباراه عليه،